سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه البدر المنير سيدنا محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه الصلاة التراويح رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله kemudian salat 2 rakaat فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه الخليفة الأولى أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه kemudian salat 2 rakaat سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من أتقائك من النار أجمعين والحمد لله رب العالمين الخليفة الثانية أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه kemudian salat 2 rakaat فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه الخليفة الثالثة أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه kemudian salat 2 rakaat
Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi La Yanamu Wa La Yamutu Wa La Yafutu Abada. Subbuhun Quddusur Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Wa Ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafiina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بجودك آمين وبامتنانك آمين يا خير المسؤولين يا الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين. اللهم اغفر لنا بكرمك أجمعين وتب وزك واعف عمن يقول آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الخليفة الرابعة أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الصلاة الوتر أثابكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والمساكين. اللهم اغفر لنا بكرمك أجمعين وتب وزك واعف عمن يقول آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخط نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله.
أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إن الصيام رحمكم الله.